عايز ايه؟ الفطار يا استاذ لمبي. طب ثواني ونزلت. هات يا هات يا ما هو بقولك هات يا ما بقولك اهو بص مش شايفه يعني يا ده هات الجنيه اللي انت لدعته من نجلاء مراتي ده هو جنيه اعمى اعمى انا هوديه للمغربي هات الجنيه المغربي بلد هات انت طلعت لي فوق لا خلاص يبقى نص جنيه تطلعني فوق يبقى نص يبقى جنيه انما تحت هنا هو عند الماسوره يبقى نص جنيه ها هو كفايه عليك ده خد روح بجنيه اهو احنا مش اتفقنا على نص جنيه مش في ضرايب عقاريه لسوء الاحوال الاهليه يعني قانونا وشك للحيط وقفاك ليا يلا اسرح يلا يلا ده انت يال. لودة لودة ما هنتش برضو على النوجة طب عليك يا جلع علي لحظة طبع راس عم بقول زي اصدوما ايوه اصدوما ايوه يا اخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته النبي فين اصدوما انا اللي اصدوما انا تقفل الفرامل والدربليات 100 100 يا باشا من ساعه ما اللوست اشرف كلمني ظبطت لك كل حاجه والفرامل 100 100 وبالقسط كمان خد اطلع قدام بالعربيه وتعالى بدارك وقفنا اهو واضرب فرامل ودربليات في الحته دي في الحته دي هي دي التجربه يعني اه ماشي انا جاي لك اهو الله نور يا استاذ دوما بس انا بقى مش عايز تزحف الزحف اللي هي زحفتها دي براء باذن الله براء باذن الله هلا الله يخرب بيتك اتاخرت كده ليه انا دكتور استاذ والله عشان الاقي محامي بس يجي يترافع عن القضيه وياجل مفيش نهار اسود الليله السوداء انت بعدين والفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا طب انا اعمل ايه يا ريس انا دوخت انا جايب حتى رحت اجلت بابا هو عشان اي حد يطلع بيتك انا عندي فكره يا استاذ قول الحقني ما تقوم كده بجلاله ادك وتترافع وما ولا الحاجه المحامين دول خالص قول ان وشك كده ماله انت جايب الوش التاني النهارده مش كده يا ريس انت بتتجنن يا انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد النقطتين بال وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع من المحامي يا سيدي افندي المحامي في الكابينيه ايه في الكابينيه يعني هو في الكابينيه وجاي براءه باذن الله ان شاء الله براءه ابص ايدك شوف شكله عامل ازاي ده مش بعيد يحطنا احنا الاثنين في مشترك ويغتصبنا دفعه واحده افندي بقولك يا متر ما تقوم تترافع انت ادام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين المخ سونور سنتريسي ندعو على القضيه ايوه حاضر ما انا عارف ندعو على القضيه والمصحف سمعت خلصت العظم والنبي سمعت اما قمت تترافع يخرب بيت النجاح الدفاع يتفضل قوم فز سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات الساده المستغربين عم احمد الحاجب ارجو ان تتسع ساحه المحكمه لكي اخذ راحتي في الدفاع اجري يا اشرف هتجري ابويا ابويا اجري يا اشرف اجري الله يخلص بابك 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 الله خلصتوا يا عيال الاكزرسايز لسه ايه هو ده
احنا هنقعد اون ذا داي في وان اكزام. يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا طبيعي عدسي برضو بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحه الجرامير دي 180 مره؟ وفين الشهريه بتاعت الدروس؟ أدخ أنا جابت أدخ وبس بقى وبس بقى مزرناهاش أول كده بقى مش احنا صلحنا في الموبايل قعدت أكلمك أزيد من 15 ثانية خلاص مش زعلان مش زعلان يعني؟ لا مش زعلان يا بنت والله شكلك لسه زعلان خلاص يا راجل مش زعلان يا بنت والله شكلك زعلانة مش زعلانة يا بنت كلمي مش زعلانة دي بقى عاملة ايه؟ كويس لا يعني انت عاملة اكل ايه؟ عدس عدس؟ اه والله العظيم عدس؟ صدقني كانت نفسي رايحة له احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس ده احنا لسه واكلينه من ساعتين ايه يا نوجة؟ يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى يلا بقى ما تخلوا الناس بقى لا هي كل حاجه فيكم عاملين له زف انت بتدرس الزبالين ولا ايه معلش خلاص حقك علي ده في رب ثلاث ودان قاعد ده انا الشيف ورو شكله حلو فعلا شكله حلو ربنا كان وجهك كده اما تبقى بطنك كده مبقليله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح راني بقيت كرشك بره يا رب يا لمبي نفسي في حته عيل يملى علينا حياتنا يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا وده من شيء خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد وليد وليد يا لمبي اسمه توليد يا ست نسا وتوليد التوليد والنور اي حاجة انا حاسس ان المرة دي في امل كده يا رب او عمر يا رب سبحان الله خير يا دكتور الحقيقة بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص ليه يعني ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص هي متجوزة واحد ميت ولا ايه لا خالص العيب مش فيك امال فيه ولا العيب فيك امال العيب فيك الحقيقه انت سليم وهي سليمه بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف وانت اذا اتجوزت واحده تانيه تخلف انما انتوا الاتنين مع بعض ما تخلفوش لان ما نخلفش امال عن بيض ده رأي الطب نو هو مفيش امل انت اظن انك اذا كان الراجل ده اساسا مخلف دبدوب احنا مش عايزين نروح لدكاتره تاني بلا عيال بلا عرف بص للعيال عندك اللي انت بتدرس لهم دول وانت هتكرار الخلفه واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها تباتة انا نفسي اخلف يا لب نفسي في عيل عايزه عيل وانا انا عايز تكييف وانا كمان عايز عيل نوجة يا بنت عبيطه احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبة 8 يبقى 15 سنة لأن فضلنا 10 ونبقى تقبيضة مع بعض نحمد ربنا إنه ده في ناس بتقعد بال 30 و40 سنة والله ما بيخلفوا ولما بيموتوا برضه ما بيخلفوش أنا مش عارف ليه إيه بس بقى واقف بقى
انت حتى تنكي من اولها ما تشربي بقى على طول. انت مش شايفه؟ البسي. طيب البسي هات ده حمص الشام. ها كنجت ايه؟ فينك يا عم الف بروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كرنيل المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترفع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي ترفع ده يطلع في الازمات يعني. ده مثلا يبقى كرنيل مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه الصوره برضك. فيها صورتك؟ وريني وشك كده. اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام. ايوه فخر ووكر كده. وكر ايه؟ يا صوره رئيس عصابه. اه يا حيوان انت بتتريق على لا مهابه. ايه حاجه مهابه؟ ايه حاجه؟ ايه حاجه انت شايف ايه؟ ده هو ده. اه ده انا هو ده. ده هو ده. ايوه يا حاجه. ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسه مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثه وجاي. الجلسه باقي عليها ربع ساعه. اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب. خلاص ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضيه كده واعرف التفاصيل والتيتلز. بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتلز. هو هيتكلم جوه. لا انسى انسى. يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع. ما تخافش وما تخافش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي. الله عليك انت محامي. انت ما عارفش انك محامي. انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. وادي الطربوشه اهو. طربوشه اهو على اساس ان انا رايح اترافع عن محمد طه. امسك امسك. ولدي حيضيع منك. عيني عليك يا ولدي. قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قول لي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين. ولدي حيروح في داهية. أيوة. ولدي حيروح في داهية. أيوة تفاصيل أنا يا حاج. ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. تفاصيل أنا يا حاج. ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. ولدي حيروح مني. القرار اخر جلسه. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقولو. اسمه عبد الصمد وهدان حلقولو؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ ايه احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. انا ما اتفقناش على كده يا حاج. انت كده بتعملني في مفاجاه يا ابني. ابوس يدك ابوس يدك ما تفضحنيش. هينادم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل ابو حديده. يا حاج احنا ما اتفقناش على كده. ما اتفقناش. ابوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقتل ازاي؟ يا رب سكينه. شال ضرب في السكينه في حنكه؟ ايوه حاضر اهو. شرن بقه؟ يعني ايه شرن بقه دي؟ جون الحمد لله. حنجل حلبوله قتل حنجل. حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسعة يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة بالية يا استاذ. انت مش فاهم حاجة ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضية. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعملت فيه فيا ليه؟ سيد الرئيس ان طعنة موكلي حنجل كانت طعنة رقيقة. كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك ربنا يخليك.
ربنا يخليك. في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي. نعم يا أخويا؟ لا مش قصدي سعادتك، أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والأوتوبيس مش لاقينه. اتطبق إيه؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ أبوس إيدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقة كلها عندي مستنية شربات واحد فرق أول مرافعة ليا. شربات إيه يا أستاذ؟ قول لي طلباتك. هكون عايز اسكبريسو، عايز تجيل. ايه؟ تجيل. تأجيل؟ اه. خلاص يا اخويا تأجل القضية، اتفضل. حياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا أستاذ تأجل القضية. والله هتقولها يعني أنت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا أستاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمقلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا.